تأسس مصنع معكرونة الإمارات في العام 1979 ليكون أول مصنع للمعكرونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يزال مصنعنا منذ ذلك الوقت رائداً في مجال تصنيع المعكرونة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. يوظف مصنع معكرونة الإمارات محترفين في مجال المبيعات والتسويق بخبرات مشتركة تبلغ 115 عاماً، بالإضافة إلى 65 عاماً من الخبرات في فريق الجودة والإنتاج. وها قد أصبحنا اليوم شركة رائدة إقليمياً في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول. تشتهر كل علاماتنا التجارية بجودتها العالية وأشكالها المتنوعة وطعمها اللذيذ. يتم اختيار السميد الذي نستعمله عبر مرحلة طويلة من الفحوصات والأبحاث. تتكون المعكرونة التي ننتجها 100% من سميد القمح الصلب الذي نستورده بشكل خاص من أوروبا. يتم وضع المواد المستلمة تحت حجر صحي مؤقت حتى يتم التأكد من أنها تتناسب مع معايير الإنتاج الخاصة بنا. منتجنا لا تمسه الأيدي على الإطلاق، بداية من لحظة إفراغ السميد في الصوامع حتى يتم استهلاكه في مطابخكم. لقد حققنا بكل فخر خلال رحلتنا في مجال إنتاج المعكرونة عدة إنجازات، منها الحصول على شهادة ISO 9001 وشهادة هساب، إلى جانب ريادة بارزة في الأسواق واكتساب علاماتنا التجارية ولاء كبيرا من قاعدة عريضة من الزبائن. تنتج شركتنا أكثر من 25 نوعاً مختلفاً من المعكرونة لعلامات تجارية مختلفة، ويتم هذا باستخدام أحدث التقنيات في الإنتاج والتغليف، مما يضمن جودة عالية ونقاءً طبيعياً. تمتلك منتجاتنا حصة كبيرة من سوق دولة الإمارات، إضافة إلى أنها تنتشر في أكثر من 23 دولة في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا. نهدف في مصنع معكرونة الإمارات إلى المحافظة على ثقة الزبائن بنا والاستمرار بالريادة ضمن فئات عملنا في كل الأسواق التي نعمل فيها. نحن في مصنع معكرونة الإمارات نلتزم بأن نكون مزودكم المفضل لمعكرونة ممتازة أينما كنتم حول العالم.